خلاص 15 يوم تقريبا وهينطلق الأوكازيون الصيفي 2023، تحديدا هيكون يوم 7 أغسطس. هذا الأوكازيون في هذا العام هيكون في تيسيرات على الإجراءات لمشاركة المحلات في توفير منتجات للمواطنين، والمهم أن يكون هذه المنتجات بأسعار مخفضة. يمكن ده أفضل وقت في السيزن كله زي ما بيقولوا، أو في الفصل كله. تفاصيل ومعلومات أكتر نتعرف عليها بشكل موسع من أستاذ أحمد أبو الفضل عبد التواب، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، الموجود دلوقتي معنا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك، أهلا بك. صباح الخير على حضراتكم وجميع الساده المشاهدين يا فندم. اهلا بيك يا فندم. يعني ايه اللي بيميز الاوكازيون السنه دي او الصيف ده يعني عن السنه اللي فاتت والسنين اللي قبلها؟ حرص التجار على المشاركه يا فندم. يعني احنا لسه يا دوب اعلنونا على بدء فعاليات الاوكازيون الصيفي باعتبار من يوم الاثنين الموافق 8/7/2023 لمده شهر، زي ما معالي الدكتور الوزير اصدر قرار رقم 102 سنة 2023. لاحظنا ان في بدات بعض التجار يتوافدوا على المديريات علشان استخراج التصاريح اللازمه. لكن تتخيل ان لسه يوم 7/8، احنا النهارده حوالي يوم 22، ففتره لسه حوالي يمكن حوالي 12 يوم، ومع ذلك برضو التجار في حرص شديد منهم ان هم يشتركوا السنه دي ان شاء الله. اتمنى ان كل اعداد السنه دي المشاركه اكثر من كل سنه باذن الله. عظيم. مساله الاشتراك دي عايزين نفهمها ازاي يا فندم؟ يعني وهل لازم هذه المحلات تقدم عشان تحصل على الاشتراك عشان تدخل ضمن هذا الامر، ولا ممكن كل محل يعمل الخصومات بتاعته زي ما هو عايز؟ هي فندم الاجراءات ميسره جدا، وكل كلمات معالي الدكتور علي الوصلي. هو بس ما عليه ان هو ياخد السجل التجاري والبطاقه الرقم القومي بتاعته ويروح لاقرب مديريه المحل بتاعه منتسب ليها، وفي خلال 10 دقائق او ربع ساعه كتير جدا بياخد التصريح بتاعه وبيوصل المحل بتاعه بيعمل البرشيرات بتاعته وبيحط النسبه اللي هو عايزها. يعني وزاره التموين لا تتدخل ابدا في حاجتين، النسبه اللي هو عايزها ورغبته في الدخول او عدم الدخول. طيب اذا سمحت لي، صاحب المحل هيستفيد ايه؟ لا هيستفيد كتير. زي هيستفيد يا فندم ان البضاعه المخزنه عنده في المخازن هيتم التخلص منها عشان استقبال الموسم الخريف والشتاء. الحاجه الثانيه ان البضاعه الموجوده في المخزن دوت معرضه لا قدر الله لحوادث كثيره، مثلا سرقه، الحريق لا قدر الله. الحاجه الاهم بقى ان المديريات بتخلص من السنه دي او السيزون للسيزون الجاي. فكل ديت حاجات بتخلي التاجر يشتري في الاوكازيون سواء الصيفي او الشتوي يا فندم. هل عندنا حصر يا فندم بعدد المحلات اللي بتشارك السنه دي في الاوكازيون؟ هو حصر رسمي حتى الان لسه، احنا لسه بصدد اخذ تصريحات الساده التجار وبنحاول نرصدها وبنحاول ندخلها في بيانات او احصائيات، لكن الاحصائيات الرسميه هتبتدي ان شاء الله في اول يوم الاوكازيون باذن الله يا فندم. طيب بعض، مش هنقول كله طبعا، بعض اصحاب هذه المحلات ممكن يحط تسعيره كده للمنتجات بتاعته دلوقتي هو بيقدم يعني عشان يحصل على هذا الترخيص، بيحط سعر مثلا عالي غير سعر المنتج الاصلي عشان بعد كده لما ينزل تخفيض يصل لسعر المنتج اللي هو كان اصلا حاطه قبل كده، ازاي بيتم التعامل مع هذا الامر؟ لا يمكن حضرتك الساده المفتشين على درايه كامله جدا ازاي يدخل محله ويفتش ويقدر يتاكد ان النسبه دي حقيقيه او وهميه او مش هي دي النسبه اللي كانت موجوده قبل فتره الاوكازيون. يعني مثلا حضرتك على سبيل المثال مش الحصر، هو بيشوف فواتير البيع اللي باع بيها من شهر سابق. عظيم. وبيشوف اهم حاجه برضو ان الصنف دوت كان موجود من صنف، هو نفس الصنف الموجود من شهر سابق. لان في بعض الساده التجار، وانا بقول بعض طبعا مش كل، لان معظم الساده التجار هم ناس محترمين جدا داخلين في التنميه المستدامه للسوق المصري. في بعض التجار بيدخل بضاعه ما كانتش موجوده قبل بدايه الاوكازيون بشهر. دي احنا بسهوله جدا بنكتشفها، وهنا بندي له مخالفه التدليس والغش وبنعتبره سلوك مكاده، وده عقاب كبير جدا على فكره في القانون يعني. فمعظم الساده التجار عارفين المخالفه عقوبتها ايه، فعشان كده صعب قوي ان التاجر يرجع لهذه الحاله. ده كويس جدا طبعا. بس خليني اسال حضرتك، هل النهارده لو انا كمواطن دخلت اي محل خلاص ولقيت مكتوب سيل على قطعه معينه او اوكازيون على قطعه معينه، وتحت الرقم اللي محطوط الرقم الاصلي وهو نفس الرقم، هل لو صورته وبعته مثلا في رقم ابعته لحضرتك يعني لحضراتكم في الوزاره فاثبت حاله غش؟ من غير ما تصوري يا فندم بالتليفون بتاع خط الشحن بتاع الوزاره او جهاز حمايه المستهلك هيتم التعامل والتفاعل مباشره. اقرب حمله لحضرتك في مكان المشكوك حقه هيتم توجيه الحمله لحضرتك ويتم التعامل معها بمنتهى الصرامه والحزم يعني.
عظيم. استاذ احمد، هل انتوا حاطين ليميت معين للخصومات؟ لا، يمكن زي ما اشرت لحضرتك قبل كده ان الخصومات هو امر اختياري جدا للساده التجار، ولكن عليه ان يلتزم بها. لكن السواد الاعظم زي ما رصدنا في السنوات السابقه الخصومات بتتراوح بين 20% 50%. في حد يقول لي طب ما في بنلاقي محلات اكثر من 50%. فعلا، ولكن انا بقول لحضرتك السواد الاعظم، يعني هنقول 80% 90% من الخصومات بتبقى من 20% 50%. عظيم. وبالمناسبه برضه من خلال برنامج حضرتك المحترم بقول للساده المواطنين والمستهلكين ما يلاقوش من النسب العاليه. لا، لان النسب دي بتبقى تحت السيطره، دي نمره واحد. نمره اثنين، هو في بعض التجار بيبقوا واخدين شرائح عاليه جدا من بعض المصانع، فهو بيبقى اوريدي كسب خلال الفتره اللي قبل الاوكازيون. فعلشان الاسباب اللي انا قلت لحضرتك ونوهت لها في الاول، وعشان بقى يتخلص من المخزون الصيفي انه يشوف موديلات جديده، كل ده بيخليه يتنازل عن هامش الربح اللي هو كسبه في الفتره اللي قبل الاوكازيون، وبيقلل الخصومات او بيزود خصومات قوي علشان يقدر يتخلص من المخزون اللي عنده. عظيم. كل الشكر ليك استاذ احمد ابو الفضل، مدير عام الرقابه على المعاملات التجاريه بوزاره التموين والتجاره الداخليه. شكرا جزيلا يا فندم.